يعني سلبياتها والدواعي لها، لكن لعلنا أخذنا العمر يعني مدخل. أذكر حتى في رواة الحديث كانوا يوصلون إلى عمر محدد ثم ما عاد يأخذون من الراوي يعني الحديث بالنص، أو يأخذون حديث لازم يكون معه اثنين أو واحد يسند كلامه، يعني يحسبون له فترة زمنية. أذكر إن كان ما كنت واهم قالوا إلى 85 سنة أو 80 سنة يبدأ الخرف، فلذلك لازم يثبت من أحد طلابه في الحديث من هو طالبه النجيب أو الملازم له، صح، عشان نرى هل كثير المحدثين سيرجع بعض طلابه. إيه، فكنت أقرأ يعني كنا في الجامعة وكان دكتورنا الدكتور سعود القحطاني الله يذكره بالخير درسنا في علم الأسانيد، فكانوا يأخذون في الطبقات في الرجال في الرواة حتى قالوا إلى عمر 80 85 سنة، أو إنه يعني خلاص شهد إن الراوي هذا مع إنه ثقة عند المحدثين ثقة وحديثه يؤخذ وفي طبقة الثقات، لكن بدأ مع الخرف، فصارت الأحاديث لما يروي حديث مثلا جديد أو تغير لفظ. يا أخي حتى سبحان الله العظيم علماء الحديث رحم الله من فقدنا منهم وأبقى الحي منهم، يا أخي يهتم حتى في قضية اللفظ، هل لفظت باللفظ هذا أو ما لفظت باللفظ هذا، وهل لها لفظ ثاني، وهل لها وجه ثاني في روايته. كنت أنا والله يعني أول كان عندنا ترمين تخريج وترمين أسانيد، كنت شايل هم المادة دي، أحسب أنها نحن نروح ندور أحاديث ونكتب ولا لا 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 لا، أثرها تهتم في قضية تخريجها في ضعفه وصحيحه وحسنه، هل هو مرسل هل هو، وفي قضية الرجال الأسانيد، فكأنها من التاريخ، لما أنا ربطتها بالتاريخ أمانة برجال التاريخ فاستمتعت فيها لأني محب للتاريخ، فاستمتعت في المادة. صرت لما جت المحاضرة أروح خاصة في الأسانيد لأن رجال الثقات اللي رووا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي عن التابعي عن تابع التابعي عن إلى زمننا هذا، يعني صحيح فيها يقولون قريت معلومة أو سمعت معلومة إن في رجل في سنده في الأحاديث ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يمكن 6 أو 7 10 رجال، أو في عصرنا وفي كذلك في القرآن يمتلك سند في تلاوة. يا أخي ترى هذا ميزة عظيمة جدا، ميزة عظيمة جدا. لكن بعض الناس يتدخل، نرجع لموضوعنا العمر، تشوف أغلب الناس ما وده يجاوب. والله شوف أنا أول شيء ودنا، وش رأيكم؟